أول الناموسين اللي بعثت على المنفذ هي نقابة الأئمة المنضوية تحت منظمة تسهيل الشرط وهيك مثل الأئمة المنضويين تحت في كامل جهات البلاد، وأنا عضو في هذه المنظمة وتشرفوا بذلك. واضح. بالنسبة للموقف من الموضوع ما أنا وضحته بيتعلق باحترازي على استعمال آية قرآنية في عرض مسرحي في جدل بحكم أنه راقص وفي كذلك في معلقة فيها تصاور نتاع نساء يشتحوا مع الرجال وطايحين على الرجال. نرى هذايا معناها مهما كان القصد، لأن مش نحكي في القصد، احنا والنوايا النوايا يعلمها ربي سبحانه وتعالى، وما هوش همنا تكفير الناس ولا هذايا، واحنا ضد التكفير العبثي وضد العنف وضد الفوضى وضد أيضا إشعال النار من أي طرف. لكن من حقنا أن نحترزوا على حاجة نراها فيها إساءة. وجه الإساءة هو استعمال آية قرآنية في عرض راقص وفي صور نراها لا تمثل الأخلاق الإسلامية بحكم أنها نشأت تراقص وتطايح على الرجال، وهذا ما يصيرش في آية قرآنية. ثم اللي يقول معنا أنه هذه اللغة عربية، نقول وراء إحنا منيش ضد استعمال اللغة العربية، بالعكس نعتز بلغتنا وبنعتز بالفن بين قوسين الملتزم والهادف والملتزم بقضايا الشعب والأمة والمتخلق، لكن إحنا مشكلتنا مع آية رقم واحد من صورة التكاثر، مش لفظة. كان جات لفظة ولو كانت، لأن ثم ألفاظ تشترك فيها الاستعمالات العربية وموجودة في القرآن. أنا شخص مغروم بالمسرح وكنت نكتب نصوص مسرحية، وكنت كي تلميذ كنت نعمل نصوص نمثل أيضا.